مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كثير كتير كثير كتير عم بدي إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة. فاشتركوا عشان تدعموني ويلا نبدأ. اللهم اشرح لي صدري وسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه الصحابه رضي الله عنهم هل يزني المؤمن قال قد يكون ذلك ثم سالوه هل يسرق المؤمن قال قد يكون ذلك لكن لما سالوه هل يكذب المؤمن قال لا الكذب من يعني من أسوأ الأشياء اللي ممكن يسويها المؤمن والمسلم وللأسف وللأسف للأسف هناك جماعة مخترقة أقول أنا مسلمين لأنهم لا يمثلوا الإسلام وليسوا مسلمين عم بيطلعوا دعايات واهية وأفلام وفيديوهات كاذبة وللأسف بيروجوها على إنها أشياء صحيحة أنا بحكي لهم وبحكي للجميع رح رسالة للجميع لكن بحكي لهم أنه ستحاسبوا أمام الله سبحانه وتعالى على كذبكم ستحاسبوا على ما تقوم به من كذب وترويج لإشاعات ليس لها هذا, هذا, هذا كذب وهذا نفاق وهذا مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى وإذا أنتم فكرين حالكم كمسلمين وتغاروا على الإسلام فأنتم لا تمثلوا الإسلام للأسف للأسف بعض الفيديوهات انتشرت بتروج لإشاعات لا أدخل الله بها من سلطان ولكن لأني أنا مسلم وعندي كتاب الله سبحانه وتعالى هو دليلي واللي بقول فيه أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ربنا ترك لي عقل أفكر فيه وصلني مقطع فيديو طبعا وصلني مقاطع فيديو كلها كاذبة بديش نحكي عنها لكن هذا المقطع هو الذي أضحكني طبعا أنا بتكلم لغة صينية يمكن بتعرفوا أنتوا أنا درست في مدينة ووهان اللي فيها بؤرة الفيروس وبفهم الكلام اللي حكوه للأسف حورجيكم مقطع الفيديو هذا مترجم الأخ الفيديو ترجمة لا أنزل الله يعني ما لها خص في الكلام لكن للأسف معظم الناس ما بتفهم اللغة الصينية بصدق لأنه هو مأمنه للي مسلم وغير على الإسلام أنا بقول أنت فاسق لأنه ربنا حكى وإن جاءكم فاسق بنبأ الانسان اللي بكذب على العالم وبحاول يح... يمحور الحقيقه فهو انسان فاشل وانسان ضعيف انه يعني ما بيقدر ي... يقاوم خليكم مع الفيديو حترجم لكم اياه <applause> شفتوا شو كاتب في شفتوا شو كاتب في, ال في الترجمة؟ أنا طبعا كتبت الكلمات وترجمتها للغة العربية طبعا بيحكي بال, بال, بال بالفيديو أو بتحكي هي إنه الكورونا فيروس عم بيهاجم مقاطعة أو خبي مدينة ووهان الناس في ووهان ما في داعي إنهم يقلقوا الـ الـ نحن نقف مع معكم الـ الـ الاطباء والمتخصصين في الرعايه الصحيه في جميع انحاء الصين ومعكم والدكتور جون اللي هو طبعا الدكتور جون هو يعتبر بطل قومي حارب السارس عم بحاولوا انهم يكونوا في الفرونت لاين ويحاربوا هذا الفيروس قلوبنا our احنا سنصبح سن ان شاء الله صحيحين بصحة جيدة وسعيدين مرة اخرى تحكي let's go China يعني go go China go Wuhan او يعني نحن معك لما بالرياضة بيحكوا جو 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 نحيي الأطباء والممرضين مئات الآلاف من الشعب الصيني يقف بلحمة ضد هذه المعركة Let's go China, let's go ووهان ما في شيء ولا يوجد عقبات أمام الشعب الصيني وسنستطيع أن نتغلب عليها دعونا نحافظ على أرضنا ووطننا هذه الترجمة الحقيقية لهذه الأغنية برجع أحكي لكم الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد